ها كيف سعد؟ ترى رجله وزوجته وولده. لا حول ولا قوة إلا بالله. سعد بعد ما يدري أخوك يا سلام أخوك. هذا أمر الله يا أمي، أمر الله. لا أحد يخبره عن صورته وولده. من هو يقدر يخبره؟ ولده اللي ما شفناه غير يوم فقدناه. وش ما خليتوني معه؟ سما قالت انه بخير، حتى وهو راقد يوم يصحى بنوديش عنده. تو لازم ترتاحي. يلا يلا. ما برتاح. ابو ولدي موسى. سلامتك اخوي. الحمد لله على سلامتك يا اخوي. أنا محظوظ. لا، الحظ بعيد عني. لو كنت محظوظ كان سعد.
حالته النفسية صعبة ولا يتقبل الأمر بسهولة، ومن الأفضل ما يزوروا ناس كثيرين. أيوة يا دكتور، بس يونسوه، يذكروه بحالته وعجزه لحد ما يرضى بأمر الواقع ويتقبل الأمر. أنا ذنكم. جلس عنده. ما بفارقه. أنا بروح البيت برتاح شوي، بطمن أمي وبروح قعلان. بتصل بكم أطمن عليها. لازم تتصلوا بهلسوكة سعد، لازم.